سر وراء قتل الملك فيصل آل سعود. تعرفوا الملك فيصل ابن عبد العزيز آل سعود مات ازاي؟ وليه ابن اخوه موته بالطريقة دي تحديدا؟ وايه الحكم اللي اتحكم بيه على ابن اخوه من بعد ما اغتاله؟ الليلة دي كانت ليلة صعبة جدا على كل اللي في الديوان الملكي السعودي. ايه اللي حصل؟ وايه سبب مقتل الرجل اللي سماه السادات بطل معركة النفط بسبب وقفته جنب مصر في حرب اكتوبر؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. الملك فيصل كان واحد من أشهر عائلة آل سعود الملكية، وكان الحاكم الثالث للمملكة العربية السعودية، والملك رقم 16 من أسرة آل سعود. الرئيس الراحل أنور السادات كان معتبره بطل معركة النفط، وده لأن الملك فيصل وقت حرب أكتوبر منع تصدير النفط لدول أوروبا وتضامن مع مصر، بس يوم قتله ده اللي كان مليان مفاجآت. هو اليوم كان يوم عادي جدا في الديوان الملكي السعودي، وكان المفروض الملك فيصل هيستقبل وزير النفط الكويتي عبد المطلب القزمي، وبالفعل استقبله. وفجأة وهو بيسلم عليه لقى الملك ابن اخوه فيصل بن مساعد دخل عليهم الديوان وطلع مسدس وضغط على الزناد بثلاث رصاصات قتل بيهم الملك، وده كان اخر مشهد في حياته. تفتكروا ليه ابن اخو الملك فيصل عمل فيه كده؟ اغلب المصادر بتقول ان اللي حصل ده كان بسبب مؤامرة امريكية، لان الملك فيصل كان ليه مواقف كتيرة ضد امريكا واسرائيل بوجه عام، وعشان كده جندوا الامير فيصل ابن اخوه عشان ينفذ لهم عملية الاغتيال، وده اللي قاله الامير خالد الفيصل في قصيدة من قصائده النبطية اللي رسى فيها والده، لان الملك فيصل كان بيدافع دايما عن القضية الفلسطينية ورفض انه يعترف باسرائيل. ده غير ان من اشهر قراراته ان منع تصدير النفط للدول الداعمة لاسرائيل وقت حرب اكتوبر، وده كان سبب في ضغط عربي شديد على امريكا واوروبا. وفي رواية تانية بتقول ان الدافع وراء الحكاية دي هو الانتقام، وللي ما يعرفش كان في حالة كبيرة من الغضب في المملكة ما زالت موجودة لحد دلوقتي بين إخوة الأمير فيصل، وكان سبب الحالة دي هي مقتل الأمير خالد بن مساعد على إيد قوات الأمن السعودي، وده لأن الأمير خالد كان من أشد المناهضين لحركة التطور في السعودية، وكان رافض دخول التلفزيون المملكة خصوصا مع بداية ظهور مذيعات على الشاشة، والتلفزيون دخل المملكة على إيد الملك فيصل، وعشان كده الأمير خالد أخذ قوة من جماعة مسلحة وهجم على المبنى الإذاعة والتلفزيون، لكن قوات الأمن صدته. وفي رواية تانية بتقول إن في قوة من الشرطة اتوجهت لمنزل الأمير خالد عشان يقبضوا عليه، وهو رفض لأنه أمير من الأسرة السعودية وما ينفعش طبعا يتسجن بالطريقة دي، ومن شدة غضبه ضرب واحد من قوات الأمن بالنار، فما كانش قدامهم حل غير إنهم يردوا عليه واتقتل في لحظتها. وعلشان كده في كتير بيقولوا اللي حصل للملك فيصل على ايد ابن اخوه هو انتقام، لان الامير فيصل القاتل منساش ابدا اليوم اللي عمه قتل فيه اخوه، وقرر انه ينتقم ليه بعد ما فات 10 سنين على الحادثة. وفي رواية تالتة نشرتها الصحف السعودية وقتها، وهي ان الامير فيصل كان مجنون ومختل عقليا، لكن الرواية دي محدش صدقها لان كتير كان بيشهد له انه راجل شديد الذكاء، ويفضل لحد النهاردة مقتل الملك فيصل لغز محدش عارف يحله. بس بعدها تم اعدام الامير فيصل، وحكموا ان يتم اعدامه علنا، وكان اول فرد ينفذ اعدامه في العلن، وحضر يومها للقصر الملكي 6000 شخص عشان يشوفوه وهو بيتعدم، والوحيد اللي حضر من العائلة الملكة الاعدام هو الامير سلمان الاخ الاصغر للملك فيصل.